وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السفير الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أكد على ما يعكسه يوم الدبلوماسية البحرينية من دعم واهتمام من قبل ملك البلاد المعظم والرعاية المتواصلة للعمل الدبلوماسي في مملكة البحرين. تخصيص سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يوم 14 من يناير من كل عام للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية يعكس ما يوليه جلالته من دعم واهتمام كبير ورعاية متواصلة ومساندة مستمرة للعمل الدبلوماسي، وهو مبعث فخر لكل دبلوماسي بوزارة الخارجية في الداخل والخارج. وفي الحقيقة وزارة الخارجية ماضية في عملها الدبلوماسي الفاعل لخدمة مصالح مملكة البحرين ومواطنيها تنفيذا للتوجيهات السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ولبرنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لدعم مسيرة التنمية الشاملة ومبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية للمملكة وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية